البحر الأحمر. مساء الخير على حضرتك، طمنا اليوم الأول حصل ما الذي جرى، وحضرتك كمان كنت تتفقد اللجان الانتخابية في البحر الأحمر. مساء الخير يا فندم، وزي صحة حضرتك، كل سنة وانتم طيبين. حضرتك بخير يا فندم. الله يخليك. هو سيادتك الحمد لله احنا عندنا حالة يعني من لا الأول خليني قبل ما نقول، حضرتك تعرضت للكشف زي سيادتك، زي أي مواطن، زي ما احنا بنشوف كده. والجهاز زمر زمر، لاني انا سألوا حضرتك زمر ليه؟ سألني كنت حاطط تليفون الموبايل في جيبي، فقلت له يا ابني حاطط التليفون خليني اعدي بقى. لا سأل حضرتك. سألني. طب والله برافو عليه. والله سألني. لا بس عامل ده مع المحافظ زي اي حد داخل اللجنة. هو سيادتك راجل الحقيقة في حالة من الانضباط عندنا شديدة، والحقيقة عشان كده اسمح لي حضرتك في البداية انا بتوجه بالشكر للسيد مدير امن البحر الاحمر اللي هو محمود ابو عمره. الحقيقه الراجل قايم مجهود كبير جدا، حاله من انضباط الخدمات في 7 مدن المحافظه. احنا استاذ احمد محافظه بترميه الاطراف، بنتكلم على بتسير بشكل منضبط للغايه، وانا لم ابلغ باي حدث او اي شيء يعني معكر صفو العمليه الانتخابيه حتى.